الصيت اللي عنده برا، مش انه الملف الدولي اللي بتشتغل فيه، هيدي بتنهب وبتسرق، فاذا بتزبط للوضع اللبناني فينا نسرق معه. وبكره رح تشوفوا بقطاع النفط، ومش سر، شركه توتال وغيرها وغيرها، كلها الشركات الجايه على لبنان امريكانيه وغيرها، فارضين ضمنا عليهم سب كونتراكتور ليقوموا باشغال من جوات بكره رح تشوفوا بالاسماء الشركات اللبنانيه. بكره بقول لك عم تشغل لبنانيين، يا خيي عم تشغل لبنانيين، بس من هي الشركه اللي عم تشغلها؟ من هي هالشركه اللي قدرت توصل اذا ما كانت عند فلان وعلتين؟ سب كونتراكتور يعني مثل ما بيقولوا متعهد تاني، يعني تحت المتعهد الرئيسي. انا مع تشغيل كل اللبنانيين بكل الاشغال والحفريات والدنيا، بس لا، اسم واحد بتلاقي للكهرباء، واسم واحد بالتليفون، واسمين ثلاثه بكل مطرح، ثلاثه اربعه صاروا ملوك البلد. بكل مطرح في صاروا ملوك البلد المتعهدين ومعروفين كيف عم بياخذوا الموضوع. اذا الموضوع مش تشغيل لبنانيين، تشغيل ظلم لسياسيين وزعماء. وبنفس الوقت هون فتحنا مع الوزير انه طيب شو عم تعمل بقضايا التبرعات الخارجه عن قضيه شو اسمه صلاحيه شركات الخليه والاجيرو، لما بتعطي لمهرجانات ولانديه رياضيه ولعشوات ولمسابقات ولما اعرف شو. قال يا خي الدوله عم تطلب مني لانه عم تنقص منا. قلت له الدولة بلبنان هي مش رئيس جمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس المجلس ولا الوزراء، الدولة هي مجلس الوزراء. فينا بس تجاوبنا مين اللي عم يطلب منك تدفع هالمال هيدا؟ مجلس الوزراء؟ قال لا الوزراء. قلت له مش الدولة، ما لك حق تدفع انت، الوزراء منو الدولة، رئيس الجمهورية لحاله منو الدولة، رئيس المجلس لحاله منو الدولة، رئيس الحكومة لحاله منو الدولة، الدولة هي مجلس الوزراء وقراراته. إذا طلبت منك تدفع لنادي لجمعية لما بعرف شو لمهرجان اعمل، بس يتلفن لك وزير بتعطيه أنت وياه من مالكم الخاص، الموضوع بدكم تحملوه إذا في حدا عم بحاسب. والدولة عم تنهار، ومعروف في الخبز والطحين والكهرباء والمحطات المحروقات ومئة ألف شغلة. واختمت الحديث انه انتم عم تعملوا شغله ورح يبين بالموازنه، عم تحافظوا على مستوى الفساد تبعكم بالدوله بشكل انه بدكم تلموا من الناس، ما بدكم تنزلوا مستوى الفساد، بدكم تلموا من الناس ليضل مستوى الفساد هو ذاته. الناس سيل جارف، لما رح تتحرك والله العظيم رح تخطوا من اولكم لاخركم. هذا الواقع اليوم للبلد. وانا برجع بقول ما عندي محكمه بصراحه للشك ولا الها الا الناس، وشو من باب تاخذ خلاصة أن هذا المال هو مالها، وأن هذا المال هو قيد النهب، وهنالك إصرار على نهبه بوقت معين، عملوا معروف مش بالفوضى، بوقت معين. نحن لابسين جرافتات وجايين نمثلكم ونعبر مصالحكم ونحكي عن وجعكم، بصراحة في شوربة هون، بوقت معين رح نقول لكم هاي الجرافات ما بتنفع. ما مين ما لبسته جرافات، إما متورط مع حدا أو إذا كان لحاله مع اثنين ثلاثة عشرة ما رح يطلع بإيدهم. انت نزل دافع عن رزقك، هيك الدول يا بتتغير من فوق وما رح تتغير من فوق، يا بيغيروها من تحت، ساعتها مره وحده بتنقش وبيمشي الحال، وما رح حدا رح يموت جوع، الانبياء ماتوا والناس عاشت من بعده. شكرا. ايه خلص رح يحضروا الجمعه الجاي، تنين اللي بعده واللي بعده، كل الشركات. هو قبلها ضمن صيغه شو؟ انه نحن عم نسالهم عن اشياء حصلت قبله. انه قال هو اذا بدكم تسالون عن اشياء حصلت قبلي ببعثهم، بس انا بوجودي انا بدي رد عن حالي. طيب نحن بنقول دائما المنطق القوي بجيبهم كلهم سوا بيتركهم يحكوا، شو عندك خوف بالموضوع هاي؟ جيبهم علامه قوه تاريخيا، كل المدراء العامين بنقدر نسال مين ما كانوا عم يجوا تقليديا بصرف النظر عن النص، لانه الوزير إذا سألني أي سؤال ما بيعرف مثل اللي قاعد عم بيشتغل جوا، بده يقول لك طيب أوكي سجلت الأسئلة جمعة الجاي بجيب لك، إذا سألني سؤال على جو ما رح يعرف. من مصلحته إنه يجوا إذا كان مرتاح وإذا كان فعلاً، بس إنه لا بيجي عند قاضي ولا بيجي لهون وكتلته بتحمي، طيب مين بعد فيه؟ أنا خطيته بصراحة المدعى المالي. أنا خطيته، لأقول لك ليش. أول شيء المدعي العام المالي ما له حق يدخل على الخط من بعد ما قدمنا طلب لجنة التحقيق. الملف عنده من أربع سنين، من أيام النايب حسن فضل الله. ما تحرك. طيب لما أنت جبتهم بدي من الصغير للكبير، بدي بمين؟ بالوزراء. طيب إذا أجى الوزير لعندك وقال لك أنا مسؤول عن كل شيء ما لك صلاحية علي، شو بتقول له؟
قلت له مع السلامة. يعني عم تعطيه حصانة أكبر للوزير. عندك ملف بدي بالصغار وعمر عليه وصل للوزير، ولما بيوصل بتقول له في هالنقطة وهالنقطة وهالنقطة، ما بتبدأ بالوزير وباللياقة، ما بتعلم بالإعلام أو بتخبر أنه أنا استدعيت الوزراء لاستماع لهم. أصلا الوزير بيحاسبه مجلس الوزراء وبيحاسبه مجلس النواب. طيب ما أنت عارف سلفا أنه هيدا الوزير اللي بعت وراه رح تشرب انت وياه فنجان قهوة، عشو بعته؟ لا تقول للعالم صار الملف عند القضاء؟ لا تقول للعالم صار الملف عند القضاء؟ أنا ما عجبني، أنا بصراحة أنا بقول اللي علي. القاضي ما بيقدر يبعت ورا وزير دغري، كم بقول ملف ويوصل للوزير ويبعت ورا الوزير ويسأله عن أسئلة بالملف ويرجع بعدين. مين؟ عم بقول الطريقة اللي عملها مش مزبوطة، ما بتخدم المصلحة وبتضر بلجنة التحقيق، وبنفس الوقت ما بعتبر أنا أنه قاضي بهالفهم وبهالقدرة له حق يتصرف بهالطريقة. هي محسومة عندي، عم بحكي من الناحية التقنية، زلمي بالشخصي، وهذا أنا ما عندي شيء شخصي على حدا. وقلت له للوزير فوق، قلت له أنا شو في شخصي بيني وبينك؟ إذا بدي أعمل شخصي وظف الفلان وعمل لي عيلتين وغيرك نفس الشيء، ما عندي مشكل، بيمشي حالي أنا وعائلتي وولادي وربعي وعشيرتي عند أي وزير بيتمنى أنه يا خيي بس نحن مفوضيننا هالناس ما بدنا نخونهم. يعني هيدي المسألة هي بتصير هيك، لما وزير بيكبل لك شخصي أو سياسي أو طائفي قدامه معناته عم يحمي اعتبارات، بينما بيقدر يقول بصراحة بالنقطة اللي عم نسيرها بهيدا الموضوع 1 2 3 4. قال مثلا هلا أنه عندي ملف، لما كتب جريدة النهار من يومين ثلاثة أنه الوزارة حاطة الاتصالات أنه دفعت 10 ملايين على المونديال دولار، بينما قال مقدسي مدير عام التلفزيون سابقا أنه نحن وصلنا 5، وين رحت الخمسة الثانية؟ شلت الموضوع أنا وحطيتها بالإعلام عندي أنا على تويتر، أنه سؤال قال جايب ملف ما طرحوا علينا هلا. بس برجع بقول ما بيت القصيد بالموضوع أنه في طرق بالدولة للمحاسبة، لما بتروح إليها بغير طريق ما بتوصل إليها. الطريق الأساسية نحن نروح على التحقيق مثل ما عملنا القضاء، أي ملف مش على وزير، على زلمة 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 زعيم، أي ملف عند القضاء طلع أحو بيع أدوية سرطان بمستشفى الحريري، دكتورة منى بعلبكي من 4 سنين الملف، بيع أدوية سرطان حقيقية وأبدالها بأدوية سرطان مزورة، وهيدي دفعتها الدولة وللناس، وين الملف تبعها؟ من 4 سنين بجرور مدعي عام التمييز وحي من لبنان، وقبل المازوت وقبل كذا مطرح، وهلأ سد بسري، هاي الشركة اللي انكمشت بنيجيريا مدري وين، قال طلعت عنا مفرغة هون ببسري شغلي، وشو بقول لك مجلس المال والعمار دغري؟ شطبناها، لو خي قبل ما تشطب افتح تحقيق، أنا ما بيهمني تشطبها، قال له زمطت سرقنا، ما زمطت مع السلامة، وين بالنص الحساب؟ هاي الطريقة، هيدي الطريقة الموجودة، إنه بس ننكمش، والله نحن فللناه. بس انه كيف 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 وصلتوا لدرجه انه تجيبوا شركات مزوره، شركات تسرق لحتى تتولى شو اسمه اداره اشغال وتنفيذ اعمال بلبنان بعشرات ملايين الدولارات. ما بدنا نطول عليكم، يسلموا دياتكم.